مساء الخير يا بنات. في بنات كتير قوي بيبعتوا لنا بيسالونا ازاي اعرف ان انا عندي ازاي اعرف السان بلوك المناسب لبشرتي. فمعانا دكتور داليا هتقول لنا ازاي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ طبعا احنا داخلين بقى الصيف بقوه، وهننزل بقى البسين والبحر، والسان بلوك ده بقى حاجه اساسيه جدا جدا جدا، ما ينفعش نستغنى عنها. قسمنا قبل كده انواع البشره، قلنا في بشره دهنيه وفي بشره جافه وفي بشره مختلطه. الجميل كمان اللي احنا عايزين نتكلم عليه ان السان بلوك مش بس هتحطيه على الوش، انت كمان هتحطيه على الجسم. لو اطفال او لو انت بتلبسي حاجات مفتوحه او كده، لازم الجسم كله يبقى مدهون كويس بالسان بلوك. انواع السان بلوك كتير جدا جدا، عشان نعرف نختار حاجه مناسبه لينا. قلنا البشره الدهنيه مش هنحط عليها حاجه كريم، هنحط عليها اللي هي الايمالجن، اللي هي الحاجات الخفيفه، ايمالجن او ميلكي او اللي هي الحاجات السائله الخفيفه. لكن البشره الجافه هنحط عليها الحاجات الكريمي. في كمان دلوقتي السبراي، السبراي ده هيقوم مغطي لي مساحه كبيره بكميه يعني مش كبيره قوي، عشان زي ما قلنا لو ده طفل مثلا نازل او كده، نزلنا حمام السباحه او البحر، الصح ان انا اجدد السان بلوك. من اساسيات اختيارك للسان بلوك ان هو يكون مضاد اللي هو الاشعه بتاعت الشمس، اليو في اي واليو في بي. يعني انت لما تيجي تقري على السان بلوك، الصح ان انت تلاقي مكتوب عليه الكلمتين دول. الحاجه الثانيه ان هو يكون 50 بلس. في بنات كانت بتقول هو انا اجيب اللي هو يعني عامل الحمايه، تقول اجيب 100 ولا اجيب 50 ولا اجيب. كل دلوقتي الابحاث الجديده وكل الحاجات اللي هي الحديثه بتقول ان انا مجرد ما هتكون عليها 50 بلس ده كده هيبقى كافي. يعني مفيش فرق قوي في عامل الحمايه ما بين ال 50 بلس وما بين ال 80 بلس او ال 100، هي الفكره هيبقى الجاب بينهم قصير. في ناس كمان بتحب تحط السان بلوك زي الفاونديشن وتحط بعديه الميك اب. لو انت عايزه تعملي كده، في بنات تبقى محتاره احط سان بلوك الاول ولا احط الفاونديشن او كريم الاساس الاول، لا هتحطي السان بلوك الاول. وفي انواع من السان بلوك بتحل محل الفاونديشن، هي نفسها بتبقى ليها لون، فطبعا لما انت هتحطيها خلاص هتحل لك الدنيا جدا، ومفيش اي مشكله. من بين كمان الحاجات اللي احنا عايزين نتعلمها لما نيجي نختار السان بلوك، ما يبقاش في زي يعني عامل انعكاس او عامل كلكعه على الوش، لان ده معناه ان او حتى لما تيجي تفتحي العلبه لازم تتاكدي ان طريقه الحفظ كانت مظبوطه، ما يبقاش مفصول الماده الزيتيه عن الكريم. دي كلها من الحاجات ومن العلامات اللي هتعرفك ان السان بلوك بتاعك نوع كويس. في انواع غاليه وانواع رخيصه، الفكره مش في السعر قد ما الفرق او القيمه في الكواليتي نفسها بتاعت السان بلوك.